أصعب لغة هي التركية، لأنه أنا ما أعرف تركية. اسمي ريم وعمري 8 سنين. جيت على تركيا من سنتين. هي أصلا نحن ما كنا بدنا نجي، بس لأنه صار في قذيفة ببيتنا. إجت قذيفة قوية قامت إجت على البيت وفجرت الأوضة كلها. أنا بدي أصير دكتورة، بس لازم أخلص كل المدرسات بعدين أصير دكتورة. بحب اللغة العربية أكثر من التركية، بقى مشان هيك أنا أجيت على مدرسة عربية. الحكومة طبعاً فاتحة أبوابها لأنه الناس تدخل للمدارس التركية، ولكن اللغة عائق كبير. أحد الأسباب الأساسية أنه أنا أسس مدرسة لما شفت الأولاد يشتغلوا وهن صغار، ممكن من 8 سنوات وما فوق. طبعاً كانوا يشتغلوا ليساعدوا أهلهم ليأمنوا أجرة البيت. الناس إجت مشردة فقيرة، ما عندهم عمل، ما عندهم مال يدفعوا ويدرسوا. هذا المدرس هو جاي عبارة عن أسرة كمان مشردة، فكنا نحن نسعى لأنه نساعده بحيث أنه يعيش بشكل يعني جيد ولائق فيه، وما يشتغل أي شيء إلا ضمن مهنته اللي هي العلمية.